اهلا وسهلا بكم من جديد. احنا في الجزء الاخير، الفقره هذه عيني اليمنى، وفهد ان شاء الله كان في عيني اليمنى من مجموعه انسان. فهد، انت قلت هنا في بدايه وقت انك انت راح تترك الوسط الرياضي وتبتعد نهائيا، الى اين؟ شوف، انا يعني ماني ندمان على دخولي الاعلام، لكن اعتقد انه ما كنت افهم انه غالبيه، او خليني اقول لك اكثر، جماهير الرياضيه عاطفية، عاشقة، تبغى اللي دغدغها، ما تبغى الإنسان اللي في قلبه على لسانه ويقول، يعني تبغى واحد تمسك العصا من النص. لذلك ترك، بس وين راح تروح؟ يعني أفضل أسرتي، كثير ما كثير أنا دائما إذا مسكت العمل أحب أكون أخذ همه. أنا من نوع اللي الآن أبغى، يعني راح نشوفك إداري، راح نشوفك، لا شوف إداري، لا أنا طلبت من معالي المستشار الله يطول في عمره أني ما أخذ ولا منصب. طب ليه؟ عشان كذا انت رفضت انك تكون نائب رئيس نادي النصر؟ هذه منها، نعم، هذه منها، من ضمنها اني انا طلبت منه اني ما اخذ ولا منصب في الرياضة. طب ليش؟ لاسباب كثيره. انا من النوع اللي اذا اخذيته خلاص اعطيه كل ارتكازي، كل تركيزي. يعني معالي المستشار رجل عملي، رجل يبغاك طوال 24 ساعه. طب وين الوجه؟ يعني بتقعد تفهمني بتقعد في البيت؟ تفضل. ليش لا؟ ليش لا؟ يعني بعد هذا العمر كله عندك مصاريف وعندك كذا، بعد 25 سنه تعال خلينا نشوف على اساس الكاميرا تاخذك. خليك كذا، لا في كاميرتك هناك وانا كاميرتي هنا. اوكي، خليني اقول لك انه ما انكر انه ان شاء الله الان بعد اعتزالي انه بيكون واحد عنده يشوف مشاريع، يشوف اهله، يفرغ نفسه اكثر الوسط. طيب، يعني اتمنى حتى ولدي. اكثر شيء جرحك في مسيرتك الرياضيه؟ ما في شك انه اللي صورني مع زوجتي وحور الموضوع الى قصه اخرى. اي، وانت في الفيصليه في واعتقد ان هذا تعدي على الخصوصيات. اعتقد انه هذا بسبب الاحتقار. وش صار عليه؟ لقيتوه؟ يعني بيني وبين الله، بيني وبينك انه ما تواصلت في الموضوع، يعني بينت الصوره، شفت تعاطف كثير من الناس. مجتمعنا مرض هذا الشيء وحاول يحاربه، وهذا كان المفروض. يعني هذا اللي اسعدني اكثر في هذا الموضوع. واتمنى انه يعني حس بالذنب في هذا الشيء، اعتقد خصوصيات تلفيق الصوره انك معك فلان. بس تجاوزتها وانت يعني سمعت المعروف، فهد اسعدتني. أنا أكثر. قدمت الكرة السعودية الكثير، نشكرك، أنت من الجيل اللي نفخر فيه. وأنا أفتخر أني طلعت معك، كانت أمنيتي أني أكون أحد ضيوفك صراحة، لنجاحك ونجاح دائما برامجك. لا، شكرا للفنان العرب محمد عبدو، شكرا لأمنا نورة الشهراني أم فهد اللي كانت معنا شرفتنا اليوم. أحب أقول أشكركم، ضيفتنا غدا الملكة أحلام، تابعونا.